بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة كما قلت في حلقات سابقة، كلما صغر الذنب في نظر المذنب كبر عند الله، وكلما كبر الذنب في نظر المذنب صغر عند الله. إذن المنهج في التوبة أن نستعظم الذنب كي يكون عند الله صغيرا. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يصف عباده المتقين، يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي آية أخرى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فعلى الرغم مما هم عليه من التقوى وصلاح الحال، بالأسحار هم يستغفرون. فالمؤمن يرى ذنبه كبيرا. كيف بكم أيها الإخوة لو علمتم أن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب وقد بشره الله بالجنة، وقد أودع النبي أسماء المنافقين عند أحد أصحابه وهو حذيفة بن اليمان، كيف بهذا الخليفة الراشد عملاق الإسلام يأتي حذيفة ويقول له: يا حذيفة بربك اسمي مع المنافقين؟ لعظم قدر الله عنده، لشدة خوفه من الله. فكلما عظم الذنب عند المؤمن صغر عند الله. ذلك أن المؤمن لشدة توقيره لله وتعظيمه له يخشى أن يقع في ذنب دون أن يدري. لذلك بعض التابعين قال: التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. بل إن بعض علماء القلوب يقول: إن المؤمن الصادق يتقلب في اليوم الواحد في أربعين حالا، بينما المنافق يستقر في حال واحد أربعين عاما. فتبدل أحواله وقلقه واضطرابه هذا دليل تعظيمه لله. أيعقل أن يسأل عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان: بربك اسمي مع المنافقين؟ فهذا الذي يرتكب الذنوب ولا يبالي هذا ميت. قال تعالى: أموات غير أحياء. علامة موته أنه يرتكب الكبائر ولا يبالي، بينما علامة حياة المؤمن أن كلمة قالها في غير محلها لا ينام الليل من أجلها. وهذه النفس اللوامة التي أقسم الله بها. لذلك الحديث كما ذكرته في حلقة سابقة: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي دفعه بيده. أيها الإخوة الكرام، نحن نشير إلى إيمان المؤمن بشدة خوفه من الذنب وباستعظام ذنبه، ونتألم أشد الألم من إنسان يرتكب الذنوب الكثيرة ولا يعبأ بها، فهذا دليل ضعف إيمانه. يقول المحب الطبري: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته، لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة. الذنب يقيني وقع به، أما المغفرة غير متيقن أن تقع له أو أن يكرمه الله بها. فالذنب متيقن بينما المغفرة ليست يقينية. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، كيف لنا أن نعمل على إصلاح ذنوبنا التي وقعنا فيها بالماضي؟ والله هذا سؤال وجيه جدا. يعني حينما يتوب العبد توبة نصوحة ينسي الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. يعني قضية أن نؤمن برحمة الله، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، وأنه ما من ذنب مهما كبر إلا ورحمة الله أكبر منه،
هذا شيء يملأ قلوبنا ثقة بالله عز وجل، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن ينبغي أن نستعظم الذنب لا أن نستصغره، إذا استصغرناه كبر عند الله، وإن استعظمناه صغر عند الله. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فكأن كل مستوى من مستويات الإيمان له تصنيف للذنوب. فالذنب الذي يرتكبه صحابي جليل قد نراه نحن حسنة، هو عنده ذنب. سيدنا حنظلة كان يقول: يا رسول الله، نكون معك ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. اتهم نفسه بالنفاق، وشيء طبيعي جدا أن الإنسان في مجلس علم يتألق، إذا عاد إلى بيته عاش حياة عادية. فكان حنظلة رضي الله عنه يرى أن حياته يخشى على نفسه من النفاق، من النفاق. نعم. فما كان جواب رسول الله؟ فقال: يا حنظلة، أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. هناك من يفهم ساعة وساعة، ساعة طاعة وساعة معصية، والعياذ بالله، ليس هذا هو المقصود، ولكن ساعة تألق وساعة فتور. المؤمن مستقيم على أمر الله دائما، لكن تأتيه ساعة تألق فيطير فرحا بها، وتأتيه ساعة فتور فينكمش، لأن الله عز وجل يعني لم يكن في مكانته الرفيعة عنده، هذا الذي يؤلمه. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: إن للنفس إقبالا وإدبارا. لم يقل إن للنفس طاعة ومعصية، إقبالا وإدبارا. فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاحملوها على الفرائض. فكان أصحاب النبي إذا فترت همتهم أو ضعف إقبالهم يعدون هذا ذنبا كبيرا، بينما بعض المؤمنين في آخر الزمان يرتكب المعصية الصارخة والواضحة واليقينية والجلية ويقول: الله غفور رحيم. هذا من ضعف الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نعم. وفي رواية أخرى أكثر من 100 مرة. نعم. فما هو استغفار رسول الله، ومن ماذا يستغفر رسول الله وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لعل علماء القلوب أشاروا إلى ذنب النبي أنه كلما عرف الله درجة من الدرجات ثم ارتقت معرفته إلى درجة أعلى يستحي من الله بالدرجة الدنيا، يعني هو يعرف الله بدرجات متتالية متعاظمة. فأنت حينما تظن إنسانا في مستوى وهو فوق هذا المستوى تشعر بذنب ارتكبته في حقه. فلعل ذنب النبي أنه كلما ذاقت نفسه إلى معرفة الله ورأى من كمال الله ما رأى، ثم ارتقى إلى درجة أعلى فرأى رؤية أوسع وأشمل، يستحي من الله بالدرجة التي سبقت هذه الدرجة. هذا لعله ما يفسر أن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله من ذنبه 70 مرة أو 100 مرة. وهذا قد يكون تقريبا لفهم العامة من الناس بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عن الذنب يستغفر، فما الحال بالنسبة لنا؟ علينا أن نكثر من الاستغفار والتوبة، ولنجعل لكل ساعة توبة. يعني سأقرب هذا المعنى قليلا. لو أن غربالا له عين لها قطر معين، لو أن هذا القطر سنتيمتر، فالبطيخ لا يمر عبر هذا الثقب. بالطبع. جوز الهند لا يمر، لكن يمر العدس. فكل إنسان له مستوى في استقامته، ففي ذنوب لا يختلفها، وفي ذنوب يتساهل بها.
الأنبياء معصومون عصمة تامة عن أن يخطئوا، كأن غربالهم سطح مستوى، لكن نحن كل واحد له مستوى من الاستقامة تتناسب مع إيمانه، فمستوى استقامته لا يمرر ذنبا معينا بل يمرر ذنبا أصغر، فنحن كمؤمنين علينا أن نستغفر من الذنوب التي اقترفناها أو مرت، فكلما ضاقت عين هذا الغربال كلما ضاقت ثقوبه كلما ارتقى المؤمن، يعني كأن الإيمان حلقة واسعة جدا، كل من دخلها فهو مؤمن، لكن ضمن هذه الحلقة الواسعة جدا حلقة أخرى، كل من دخل في الحلقة الأخرى كان مستقيما، وفي هذه الحلقة الثانية مركز هم الأنبياء، فإذا دخلوا إليها هم معصومون، فالأنبياء معصومون والأولياء محفوظون. ما الفرق بين العصمة والحفظ؟ النبي لا يخطئ لأن الله عصمه، ولأنه يبلغ عن ربه، ولأن الله أمرنا أن نأخذ عنه، لكن الولي كيف يكون محفوظا؟ أي لا تضره معصيته، بمعنى أنه سريعا ما يتوب منها وسريعا ما يستغفر الله منها، وهي في الأعم الأغلب في الصغائر لا في الكبائر، وعن غير قصد وتصميم. إذا قالوا النبي معصوم والولي محفوظ، أما الذي يقترف المعاصي وهو يعلم أنها معاصي فهذا منبوذ عند الله عز وجل. إذا نعود لنسأل كيف يمكن لنا الإصلاح بالنسبة للذنوب التي وقعنا بها في الماضي، الندم، الاستغفار، التوبة. نعم. النصوحة. نعم. بادئ ذي بدأ، إذا كان هذا الذنب متعلقا بحق آدمي أو بحق مخلوق كائنا من كان لا بد من إصلاح هذا الذنب. نعم. يعني في دين يجب أن تؤديه، هناك كلمة قلتها ظلما وعدوانا ينبغي أن أستغفره من هذه الكلمة، فلذلك الذنب الذي وقع في الماضي ينبغي أن أصلحه. والذي يلفت النظر هو أن الله عز وجل في آيات عديدة ربما تزيد عن 8 آيات، ثم إن ربك للذين تابوا وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. متى يغفر؟ حينما تؤمن وتتوب وتصلح. أما هذه التوبة الساذجة لمجرد أن تقول تبت إلى الله يتوب الله عليك، لا بد من أن تؤمن أولا وأن تتوب ثانيا وأن تصلح الذنب ثالثا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وإلا في الفهم ساذج لمفهوم التوبة. أنا حينما أقلع عن الذنب وحينما أؤدي الحق الذي اغتصبته من أخي، وحينما أستسمح منه إن تكلمت فيه في غيبته، حينما أؤمن وحينما أقلع وحينما أصلح، أرجو الله بعد الإيمان والتوبة والإصلاح أن يغفر لي، ذنبي. هذه الحقيقة المرة، وأنا أقول دائما الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح.